قال ربنا عز وجل: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. ريع ما ذكرت في القرآن إلا مرة واحدة، آية 28 بعد المئة في سورة الشعراء، ما ذكرت مرة أخرى أبدا. والريع هو كل مرتفع يسمى ريع، سواء كان مرتفع من الأرض والطريق في الجبل يسمى ريع، وأبراج الحمام في الصحراء تسمى ريع، والنبات إذا طال يسمى ريع، والمال إذا كثر يسمى ريع. يقول لك ريع المال وريع إيش؟ النبات. وحتى أنا أقول لك ريع فلان وريع فلان، رأيتم؟ هذا هو المقصود به، هي المكان المرتفع، الجبل أو المطل. فكان قوم عاد ماذا يفعلون؟ الله عز وجل إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، جعل الله عز وجل لهم جسدا عظيما. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، فكانوا يأتون إلى كل مكان مرتفع ويبنون عليه ما يراقبون به ويؤذون به السابلة، يؤذون به الناس في مرورهم عبثا من غير فائدة. فالله عز وجل في هذا السؤال الاستفهام الغرض منه الإنكار، قال: أتبنون بكل ريع، بكل مكان مرتفع، آية يعني قصرا أو بنيانا تعبثون، من غير فائدة من وراء هذه كلها. ويصيح أن تقول ريع وأن تقول ريع بالفتح والكسر لغتان، وتجمع على أرياع ورياع وريوع وريعة وريعة، خمس جمع في هذه الكلمة. حتى قال ذو الرمة، قال في يصف بازيا، تعرف البازي الصقر يطير فوق في أماكن عالية، فقال: طراق الخوافي، يعني ريشه كثير حتى يخفي وراءه إيش؟ جسده. مشرق فوق ريعة، يعني أو في رواية أخرى مشرف فوق ريعة، يعني فوق مكان إيش؟ مرتفع. ندى ليله على ريشه يترقرق، الندى اللي هو الرطوبة اللي تنزل في الليل على ريشه يترقرق، يعني يلمع. وجه الدلالة هنا فوق ريعه، يعني فوق مرتفعه الذي يكون فيه ذلك الباشق وذلك الشاهين وذلك البازي.